السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نحضروا مع بعض عصير المندرين. خديت 3 كيلو ديال المندرين اللي كيكون اللون ديالو أحمر من الأفضل باش كيكون حلو من الداخل. كنغسلو مزيان. كنحتاجو ليمونة حامضة وحدة. غادي نقشر المندرين، وبالنسبة لليمونة حامضة غادي نحكوها في الحكاكة الرقيقة. كنقشر المندرين وكنزول ليه الخيوط اللي كيكونوا فيه، وكذلك الا كان فيه العظيمات الصغار كنحيدوهم. اي حاجه اللي غادي تخلي لنا العصير يجينا مر كنحيدوها، كنقيوه مزيان، كنحيدو هذوك الخيوط اللي كيكونوا، ولا كانت عندنا فيه العظم كنحيدوه، كنوضعوه في طنجره عاديه او في طنجره ديال الضغط، ليكم الاختيار. كنقي القطع ديال المندرين، كنوضعهم في الطنجرة، كنقشروه. غير ضروري تغسلوه مزيان، كما كتعرفوا البرتقال ولا الليمون الحامض كل شيء ولات فيه الأدوية. كنغسلوه مزيان وكنحيدو هادوك الشوائب اللي كيكونوا فيه، الخيوط والعظيمات، أي حاجة زائدة كنحيدوها وكنوضعو في الطنجرة. بالنسبه لليمونه حامضه حتى هي مغسوله مزيان، كنحك ليها غير الجهه الرقيقه فقط، ما كنوصلش اللب الابيض، وكنحكها كامله. من بعد غادي نقشرها، نزول ليها حتى هي الفائد او اللب الابيض اللي كيكون فيها، وغادي ناخد غير الداخل ديالها باش ما تكونش عندي المروره في العصير. هذه هي الاشياء اللي كتسبب لنا المروره في العصير. كما كتلاحظوا كنقشر الليمونه حامضه بالسكين، كنزول لها جميع هذوك القشور البيضاء، وغادي نقطعوها لطريفات وكنوضعوها في الطنجره. ممكن ايضا اللي بغات تعصر الليمونه حامضه تعصرها. وغادي نكمل انا بنفس الطريقه. كما لاحظتوا الكميه كلها كتكون شويه كثيره. هنا غادي نضيفوا لكم الاختيار، كتضيفوا اما لتر الا ربع ديال الماء، او لتر واحد كيكون كامل ديال الماء. انا استعملت لتر واحد ديال الماء. وغادي نوضعو فوق نار متوسطه مده ديال 10 دقائق، يعني كتبدا كتغلى الطنجره كنحسبو 10 دقائق. الا كنستو غتستعملو الطنجره ديال الضغط تسدو عليه ايضا 10 ديال الدقائق. كنخليه حتى كيبرد تماما. بما ان البرتقال عندي حلو ضفت ليه 150 غرام ديال السكر سنيده، كنخليه حتى كيبرد، كنأكد وكنطحنو مطحنة كهربائية، وغادي نصفيه بمصفات. راه كيعطينا كمية وفيرة، كتكون هديك مركز. هدي هي الكمية اللي كنحصل عليها، لاحظوا معايا كتكون عاقدة. هنا كتذوقو، إلا كان خاص السكر كتزيدو، إلا كان خاص الماء كتزيدو، يعني كتخفو من هذاك المذاق ديالو. او ممكن تضيفوا لي اي فاكهه كطحنوها وتخلطوها معاه، اي فاكهه متوفره عندكم في البيت، او كتكتفيو بالكميه اللي حصلتوا عليها. راه كيعطينا كميه كثيره، يعني الماء والسكر كيبقى حسب الذوق ديال كل شخص. وكنخليوه حتى كيبرد في الثلاجه مزيان، وكنقدموه بصحه وراحه. راه كيجي رائع ومناسب، ونستغلوا المندرين في هذا الوقت يعني متواجد بكثره. إن شاء الله تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم، ونتلاقاو في وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.